أزمة تصير من هنا ومن هنا. إيش السبب؟ والله ما بنعرف. هذا الحاجز العسكري صعبة. إيش في أشياء سلبية غير الأزمة المرورية شايفها أنت هون؟ الأزمة نعم من الناس ببعض. تسول الأطفال كثير تعربشهم صح؟ هاي زي أنت شايف عينك تطلع. الأطفال كثير يعني مرات واحد بيجي بخبطهم. وش بفوت بكلب السيارة بتطول إيش إذا الواحد مش منتبه له برضه. إيش الحل برأيك؟ يعني زي ولد عمره 4 سنين 5 سنين حرام يجي هون. في التسول، الواحد بيطلب مصاري، في بقعد يمسحوا بالكزاز بيجي ببيعوا. بس يعني البيع منيح يعني، بس الواحد بترزق فيه. أما التسول والشحدة هاي اللي كتير مش منيحة للأولاد. والأزمة هاي شو سببها برأيك؟ الأزمة لأنه بكون مسكر مرة واحدة بيفتحوا، مش دايما مخصوم بكون فاتح. أغلب السبت بكون عرب إسرائيل بكونوا قاعدين فوطوا على الضفة. والله من عارف إيش مشددين على المخصوم. لا يوميا هيك. ليش السبب برأيك؟ ليش الفجر؟ والله من عارف العصر. والله ما أنا عارف على إيش شو السبب ليش؟ يبدوروا على اللحمة وعلى البيض وعلى المنخية وعلى هيك يكبوا. عليش بيسددوا كثير هم، لأنهم هم بأخروا. ليش؟ شو بفتشوا؟ بغدوا بفتشوا ولا شيء طبيعي بدهم يفتشوا. بغدوا هم يعني بطئين عشان هيك بغدوا الشعب. طب بدوا يبيعوا نظم الشجارة بدوا يبيعوا له. طب ليش بغدوا يقولوا لهم أعطونا شاكل؟ أنا من الضفة بحاس عليهم يعني، وهم يقولوا بدنا شاكل. أطفال هم الأطفال الصغار بين السيارات ياخذوا يزرعوكو. أشياء سلبية. ولا ممنوع لأولاد الصغار. لازم هاي كل سبت هيك، مش يعني جديد علينا. يا من هون تبقى أزمة يا تبقى أزمة من جهة ثانية. إيش السبب؟ بدهم مش بدهم مش اقتصاد، بدهم يبقى اقتصاد جوا. بضايقوا عليكم يعني؟ أكيد بضايقوا علينا عشان ما نرجعش. هاي السياسة تبعتهم. تسول ما شفتش انا هون خفيف يعني، ما شفتش حتى هسه. فيها كم من ولد؟ فيها كم من ولد بس يعني اولاد صغار. احنا كل يوم بنفوت هون، احنا عندنا مشغل خياطه في باكا الشركيه. الجدار منعنا ان نفوت من باكا، صرنا نلف كل يوم من جباره. باجي كل يوم الصبح من عناب وبلف اللف كله كل يوم. لازم يكفي ناس هنا تراكب هذا الاشي اذا ما فيش تسول. فيش نظام. لازم كفي ناس هنا تدير بالها على هذول الشباب، لأن هذول خاصة الأولاد إذا في تسول لازم يهتموا لموضوعهم. أما إذا في تسول بده عقاب. بدون مش إذا حدا يجي على الضفة. هذا أسلوب يعني. معلوم أسلوب. لما الواحد واقف ساعتين هنا فالمرة جاي يفكر بشكل ثاني إذا يجي ولا لا. هذا أسلوب صعب. ما فيش نظام لا عند عرب إسرائيل ولا عند عرب ولا أهل الضفة اللي عندهم نظام. هاي أول إشي. ثانياً الكل بده يشاطر اللي بده يفوت، لأنه فيش ترتيب برضه من ناحيتنا هون. لازم يبقى نظام الشارع يبقى مرتب، وأنا بلزمش أعملوا بسطات وأنا مكفي البسط. أصلاً منكم مروحين إحنا ولا شكل معنا، لأن الواحد بروح بألف وبروح ولا شكل معنا، مش عارف ليش مبسطين هون يعني. أغلب الأوقات يعني إحنا بنيجي كل أيام الأسبوع بيكون هيك فيش. على أعياد. على أعياد خصوصاً يعني، أعياد العرب. طيب غير الأزمة إيش المظاهر السلبية اللي بتشوفيها هون من جدة تسول؟ طبعا أول ما رحنا 20 واحد هجم على السيارة، يعني سكرنا السيارات عشان ما حدا يفوت يفتح البوابة من الخوف، وسكرنا الشبابيك وهاجمين على السيارة. يعني الإشي بيخوف. مصاري شو بدهم؟ بيبيعوا أشياء اللي هن مش مستفيد منها، بس بدهم هيك يعكمون إياهن. وغير الخوف اللي بيسببوه لإلنا دائما هيك كل سبت. والله بصير والله اقتصاد يا عمي اليوم كل أنا يعني. بس بدي أقول شغلة واحدة، يعني حرام كل هالشباب الكبيرة اللي معهاش مصاري توكل يعني يطلع. ليش ما السلطة بتوفر لهم شغل؟ أنا مش فاهم يعني والله أقسم بالله. إيش بيبيع الشباب الكبار والصغار؟ وهالصغار الولد يعني وحياة محمد كل ما أجي أنا بس فراطة 3 شيكل شيكلين بس لهالصغار وحياة. والله أقسم بالله إيش بقطع الكلب. أنا صراحة بحبش أرجع الضفة بس عشان وحياة الله بس عشان أشوف هالمواقف هاي الصغار هذول اللي لا أهل سائل عنهم ولا حدا سائل عنهم، وبس قاعدين اللهم بدوروا على لقمة عيش.